بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا استاذ موسى من محافظه اسيوط. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ سامح؟ ايوه يا فندم، حضرتك على الهواء. اتفضل. اقول لحضرتك موضوع البطن من شهر 9 جنيه لجع في الجوز زي الميت واحنا مش قادرين نصرف عليه. نعم. البطن ما القطن حضرتك ماله؟ سامعني؟ ايوه سامعك. القطن ماله؟ يعني عشان ننام في شهر 9 ونام في البيت زي الميت. يعني الوقت ده واللي يقول لك 1000 جنيه واللي يقول لك 1500 وتروح للاداره يقول لك ما عرفش المديريه يقول لك ما عرفش. يعني ده احنا نقدر نزرع كم؟ انت صرفنا على ده ونصرف من ده نجيب من هنا. انت كنت زارع كم فدان يعني؟ انا فلاح بسيط فدان. انا راجل فلاح بسيط فدان. فدان. والفدان جاب معاك كم امتار؟ جاب 9 جنابيه. 9 امتار. يعني حتى الانتاجيه الحمد لله كويسه، لكن لو السعر عادل كنت انت تكسب، انما اللي يقول لك 1000 جنيه ده بيسرقه، ده عايزه ياخده منك كانه ما دفعش حاجه. ايوه حبيب. يعني ايه القطن ب 1000 جنيه؟ اه بشكرك يا استاذ موسى. يعني هو دي اصعب كلمه بسمعها وبتتكرر في موسم جني القطن او حصاد القطن. قال لك القطن عندي من شهر 9 زي الجتيل في البيت. طب ده ما ينفعش ان هو نسمعه حتى من المزارع. انت عارفين الراجل ده بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على القطن المصري طويل التيله. بيتكلم على الذهب الابيض، بيتكلم على محصول مصر حققت من خلاله سمعه طيبه على مستوى العالم، حققت من وراه مكاسب نقديه ومكاسب سياسيه، وهو يعتبر ورقه مهمه جدا. هل احنا مش منتبهين لجوده القطن المصري؟ هل رجال الصناعة الوطنيين اللي لسه أنا بخاطبهم لغاية النهاردة لأني عندي أمل إن هم يستجيبوا لبلدهم؟ يعني إيه إحنا عندنا مصانع بتستورد أقطاب من الخارج، بنستورد قطن نصنعه وبنصدر قطن بنزرعه. طيب النهاردة أنت دايما بتقول لي أنا مربوط بالسعر العالمي، في انخفاض وفي ارتفاع. إذا كان إحنا لا نقارن بالأقطان العالمية، ما هو أنت بتقارن النهاردة بقطن قصير التيلة. انما انا لو عندي تصنيع وعندي قيمه مضافه حقيقيه اقدر ان انا احدد السعر اللي انا عايزه، اقدر اشتري من الفلاح بسعر مجزي والراجل ده يحقق هامش ربح زي ما كان زمان مرتبط بالقطن، زي ما كان دايما بيقول لك انا هشيل الفلوس دي عشان اجوز بيها الولاد، او ان انا هطلع حج بيها السنه دي، او ان انا هشتري ارض جديده. ده القطن بالنسبه له. لكن النهارده انا بسمع الفلاح بيقول لي وحضراتكم سمعتوا موجود عندي من شهر 9 زي الجتيل. ما ينفعش. في خطوات قام بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وميزانيه ضخمه للتوسع في مغازل، ودي هتبقى خطوه مهمه جدا. لكن النهارده الدوله بتاخد اجراءاتها ودي بتاخد وقت، يعني ان شاء الله على الموسم القادم يبقى القادم افضل ويبقى في استقرار. طيب النهارده في تجار موجوده معاهم تعاقدات وعارفين هيبيعوا القطن مين ويوردوه لمين، بتضغط ليه على الفلاح؟ انت بتضغط عليه ليه؟ النهارده انت هتحقق هامش ربح كويس، هتكسب من الراجل ده، كسبه. لكن هو اللي بيتم ان هو بيفضل لغايه اخر وقت، لغايه لما خلاص ميعاد التوريد اللي هو متعاقد عليه قرب، فيبتدي الناس موجوده والقطن موجود في بيوتهم وانا سايبهم وبضغط على اعصابهم هاخد باقل سعر. هي دي وجهه نظره كتاجر، وده مش هينفع لان انت المفروض تحافظ على المزارع اللي بيشتغل اللي بينتج.